بهذه الطريقة قدرت أنقذ صديقي لمليكس. مليكس هو شخص محترف جدا بالمناورات، وقد ما بيقدر بحاول يتعب الطيارة اللي عم تلاحقه، ولكن هالمرة كان في مقاتلتين عليه، وحدة اف 5 كانت عم تتابعه، وحدة تانية اف 14 كان عم بتخفى على راداراتنا. بما انه انا معي قاصفة ومليكس ملتهي بالقتال، فاكيد ما رح يكتشفوا. بعدين بكتشف فجأة انه الاف 14 تحته مباشرة. صحيح الاف 14 فيها تناور، بس مناورتها تعتبر ثقيلة نسبة للاف 5 اللي مع مليكس. كنت حاسب حساب انه حيطلع الاف 14 لفوق وينزل مباشرة نزول على مليكس، لانه هي الحركة الوحيدة اللي كان فيها تعملها الاف 14 بهاي الحالة. وانا هون دغري حسبتها ونطرته على الزاوية. هون شوفوا كيف الاف 14 عمل الفكرة اللي انا حكيت عنها، بس ما لحق لانه صاروخي كان ناطره. اف 5 على يمينك، اف 5 على يمينك، جاي لعندك، جاي لعندك، اف 5 على يمينك، جاي لعندك. على يميني ولا شمالي؟ شمالك، شمالك، بعتذر. اوه، في تحت منك اف 14، حد منك اف 14. وين وين؟ مش شايف. اكل مني صاروخ. اوه، وقعت اف 14. يا 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 يا